إصابة إدواردو يعني كانت ضربة موجة يعني الفريق ومدرب الفريق. كابتن عمر خريبين يغيب عن الهلال 10 أسابيع، وبهذا موسم كابتن عمر خريبين مع الهلال انتهى. وضع الهلال اليوم بعد خروجه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، الهلال تشوف تسلسل أحداث يعني عنده مشكلة جوا الفريق. لماذا أصبحنا هكذا؟ هل أننا في حاجة لتغيير الجلد؟ هل أننا في حاجة إلى تغيير أشياء كثيرة؟ ما الذي يجري؟ ما الذي يحدث؟